قبل يومين وتحت عنوان مردى أستراليا يلتقي قيس في سيدني، نشر الموقع الرسمي لتيار المردى خبر لقاء جمع وفدا من التيار في أستراليا برئاسة المنسق العام سركيس كرام وعضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيس. بيان التيار وضع اللقاء في إطار العمل بسياسة الانفتاح التي يعتمدها رئيس تيار المردى سليمان فرنجية والإيمان بضرورة الطلاق وتعزيز الحوار. البيان أكد أن اللقاء كان صريحا وشاملا، لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وبناء مؤسسات الدولة اللبنانية وتطبيق اللامركزية الإدارية كما جاء في اتفاق الطائف. وأضاف: تم البحث البناء في العديد من المواضيع والقواسم المشتركة التي تجمع الفريقين، فضلا عن القضايا الأخرى التي تحتاج إلى مواصلة الحوار المباشر والصريح الذي يؤدي إلى المزيد من الوضوح وبالتالي إلى تمتين العلاقات وتحسينها. وفي وقت التزم فيه مسؤولو تيار المردى بالبيان الصادر، شرح النائب جورج عقيس للجديد الظروف التي أدت إلى انعقاد اللقاء وأبرز ما تم التداول فيه. ومن ضمن الأحزاب اللي كانت مدعية لحضور العشاء السنوي حزب المردى، تيار المردى. منسق تيار المردى اعتذر عن حضور العشاء وطلب الاستعادة عنه باللقاء فيه. استجبنا لهذا الطلب لأنه نحن يعني ما عندنا أي مشكل نقعد اجتماعيا مع أي فريق. اللقاء اللي كان فائزا بناء لطلب تيار المردى هون كان لقاء طيب جدا وإيجابي جدا وعلى مستوى عالي من الانفتاح والحوار. حكينا في سياسي وشرحنا للشباب بتيار المردى حقيقة موقفنا وليش نحن اخدين موقف معارض لانتخاب سليمان فرنجية لأسباب لا تتعلق بالشخص اللي بنحترمه ولكن لأسباب سياسية استراتيجية تملي علينا اتخاذ هذا الموقف. وسمعت منهم كمان وجهة نظرهم. ومع انتشار خبر اللقاء كثرت التساؤلات والتحليلات عن إمكانية أن يمهد اللقاء الأسترالي لآخر لبناني على مستوى مختلف، إضافة إلى ما قد يصدر عنه من تغير في المواقف خصوصا لجهة الانتخابات الرئاسية. عقيس يجيب على هذه التساؤلات واضعا اللقاء في إطاره الطبيعي. هذا الحوار يعني أكيد لا يمكن أن يؤسس لشيء لأن ظروفه كانت آنية تتعلق بأستراليا ووقت القوات اللبنانية يعني بدها تعمل أي خطوة سياسية كبرى تعملها ببيروت وبشكل علني لا يجب تحميله أكثر مما يحتمل. اليوم أكيد ما في أي موجب لكي تغير القوات اللبنانية موقفها العام من مقاربة ملف الاستحقاق الرئاسي. إصرار متواصل من القوات اللبنانية على الموقف من سليمان فرنجية أقله في الوقت الحالي، وعلى عكس العلاقة مع باقي التكتلات النيابية فقنوات الاتصال بين القوات والمردة لم تغلق أبدا بل مفتوحة عبر جهات مختلفة. أما عن لقاء الكنغر الأسترالي فيبدو أنه لن يخرج من جيبه أي تغيرات على المشهد الرئاسي بانتظار باقي اللقاءات والمشاورات. محمد فرحات، قناة الجديد.